نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج الرقابة مسؤوليتنا. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على أحد أهم إدارات ديوان المحاسبة والتي تندرج تحت قطاع الشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات، الذي يعد العمود التنظيمي للديوان، وهي إدارة الشؤون المالية. للتعرف على أبرز أعمالها ومهامها وإجراءات التعامل مع تقرير وزارة المالية عن طريق اللجنة الدائمة للرقابة اللاحقة على ديوان المحاسبة، معنا ضيفنا لحلقة اليوم مدير إدارة الشؤون المالية فيصل الطبيخ، حياك الله. الله حييك. في البداية أنا أشكرك أخوي عبد العزيز على إتاحة هذه الفرصة، ونشكر الشكر موصول حق برنامج الرقابة مسؤوليتنا، وهذا دورنا إحنا اليوم نوضح لي يعني ممكن موظفي ديوان المحاسبة خاصة والمجتمع المدني عامة عن أعمال إدارة الشؤون المالية. ومثل ما قلت أنت، يعني الشؤون المالية هي عصب وهي شريان أي جهة حكومية، لأن هي من يساعد على توريد الموارد لأعمال الجهات الحكومية. بالبداية ودنا نتعرف على إدارة الشؤون المالية بالديوان، ما هي أبرز أعمالها ومهامها؟ طبعا إدارة الشؤون المالية أستاذ عبد العزيز أعمالها كثيرة، ولكن نقول إحنا الأهم منتجات إدارة الشؤون المالية، ممكن إحنا منتجات إصدارات إدارة الشؤون المالية عندنا مشروع الميزانية، وهذا مشروع الميزانية يضع يعني رئيس ديوان المحاسبة مشروع الميزانية بالاتفاق مع رئيس مجلس الأمة، ومن ثم يرسل في الميعاد المحدد إلى حسب نص المادة اللي هي 75 من القانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 64، يرسل في الميعاد المحدد ومن ثم يرسل إلى وزارة المالية. طبعا وزارة المالية هني أكد المشرع في هذا النص المادة 75 بأن تكون استقلالية للديوان، بأن وزارة المالية تضع المشروع كما جاء من رئيس مجلس الأمة، ما يتم عليه لا زيادة أو نقصان مثل ما يقولون، ولكن يضع وكان في جزئية واحدة، إذا كان مشروع الميزانية الذي تم وضعه يفوق مشروع الميزانية السابق جاز لوزير المالية أن يتم المناقشة مع وزير مع ديوان المحاسبة رئيس ديوان المحاسبة بوجود رئيس مجلس الأمة بالزيادة، ولكن كمشروع ميزانية يضع كما كان، وهذا يدل على استقلالية الديوان، وكذلك يبين أن هم رقابة وزارة المالية عليه تكون لاحقة وليس سابقة. فهذه استقلالية أعطاها قانون ديوان المحاسبة اللي هو سنة 30 لمشروع الميزانية. إصدار آخر يعني من الإصدارات الكبيرة اللي هو الحساب الختامي، كما تعرف عبد العزيز جهات الحكومية كلها في نهاية السنة المالية تصدر هذا التقرير الحساب الختامي، يبين أعمال الجهة بالكامل، إيراداتها مصروفاتها، ويتم مناقشتها. وهذا التقرير من التقارير الكبيرة اللي يمكن حتى ديوان المحاسبة يعني يصدر تقرير سنوي بناء على هذه التقارير من الجهات الحكومية على الجهات الأخرى، بما فيهم احنا نخضع في هذه الجزئية، هي مستندات تراجعها وزارة المالية مستنداتنا وحساباتنا فقط. إذن احنا ذكرنا الحين وزارة المالية، بس قبل لا نتطرق لها انت ذكرت الحين خلينا نقول ابرز اعمال إدارة الشؤون المالية وليس جميعها طبعا. إدارة الشؤون المالية هي الإدارة المعنية بالتعامل مع تقرير وزارة المالية عن طريق اللجنة الدائمة للرقابة اللاحقة على ديوان المحاسبة، فممكن تشرح لنا شنو هذا التقرير بالضبط؟ نعم، هو طبعا مثل ما ذكرنا قبل شوي اللي هو الحساب الختامي. طبعا وزارة المالية تراجع مستندات حسب المادة 82، أعطاها المشرع تراجع مستندات وحسابات ديوان المحاسبة، وبعد المراجعة تخطر الديوان في أبرز الملاحظات أو الملاحظات اللي أسفرت عنها المراجعة، ومن ثم يتم تعقيب عليها من ديوان المحاسبة وتعقب وزارة المالية عليها. طبعا هذا التقرير اللي هو تقرير سنوي يضع بعض الملاحظات الموجودة على ديوان المحاسبة، ومن ثم الرد عليه
ممكن احنا في الاخر يتم رفعه الى رئيس الديوان، ومن ثم يتم مخاطبه رئيس مجلس الامه في هذه الملاحظات. هذا من جانب ديوان المحاسبه، يتم مخاطبه يعني رئيس مجلس الامه بالملاحظات اللي كتبت على ديوان المحاسبه وردود ديوان المحاسبه عليها. ومن شق اخر وزاره الماليه ترسل هذا التقرير اللي تم يعني مثل الملاحظات اللي سجلتها على ديوان المحاسبة مع ردودنا إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة، ويتم مناقشتنا سنويا، يعني يسدعوننا ويناقشوننا في الملاحظات المكتوبة علينا من قبل وزارة المالية، وتم ردودنا عليها، وإذا في أي مثل ما قلت توصيات أو هذا راح ناخذها عن طريق يا عن طريق اللي هي لجنة الميزانيات والحساب الختامي. وهذه الملاحظات تكرر سنويا أبو عبد المحسن؟ لا، احنا الأمانة يمكن بشهادة فريق وزارة المالية يقول احنا اصلا يصعب نلاقي عليكم ملاحظات، انتم من الجهات اللي يعني متميزة، وهذا يعني احنا يزيدنا حرص زيادة كإدارة شؤون مالية، لأن نحن من يتابع الجهات، وحتى رئيس الديوان يعني أكثر من اجتماع كان يقول أنا ما أبي الملاحظات اللي يكتبونها الفرق التدقيق على الجهات تنكتب علي، تنكتب على ديوان المحاسبة، فهذا يزيدنا عبء إن إحنا نتدارك هذه الملاحظات. وللأمانة إحنا الملاحظات يتم ويمكن الشيء بشيء يذكر، أغلب الملاحظات اللي تسجل على ديوان المحاسبة ترى بسيطة أول شيء كعدد، شيء ثاني هي إجرائية، يعني إجرائية في بعض البنود وليس لها أثر مالي وليس هي مخالفة أو جسيمة. فإحنا الملاحظات أول بأول أي ملاحظة نحس أنه يعني تعرف اللي يعمل لابد انه يخطئ، وانت تتكلم عن سنه كامله، فلابد انه مرات يكون عكس قيد، يكون مرات يعني الشغلات انا اقدر ايراد لسبب معين تم تخفيض الايراد، زاد الايراد، فهذه اجرائيه وليس مخالفه لنص قانوني او بالدستور مثل ما يقولون. ابو عبد المحسن، هناك تحديات يعني عشان انا اعالج الملاحظات، شنو التحديات اللي تواجه اداره الشؤون الماليه؟ لا، احنا كمعالجة الملاحظات احنا اول باول اي ملاحظة يعني نحط لها برنامج معين، نتأكد ان الملاحظة هذه فعلا مسجلة على ديوان المحاسبة وفعلا ان تم مخالفة تعميم او تم مثلا تسجيلها بالخطأ، يعالج اول باول، وخاصة اللي عليه ملاحظات احنا يعني نؤكد على الموظفين يعني ان هذه لا يعني ما تكرر، لانها في النهايه ما هي مثل ما قلت لك جسيمه يعني. بالضبط. هناك تساؤل حول عدم نشر تقرير اللجنه الدائمه في تقرير الديوان السنوي، شنو السبب؟ هو طبعا هذا تساؤل يعني شعبوي، يمكن انا اشوفه يعني وايد يسالوننا ليش انت الديوان، ليش انت ما هو. للامانه يمكن ذكرت في بدايه الحلقه المالية ترسل تقريرها الأولي، نجتمع وياهم وإحنا على ضوء الاجتماع هذا يسفر عنا بعض تأكيدات الملاحظات، لأن في البداية هو يستفسر وزارة المالية، الفريق يستفسرون من الديوان الملاحظة هذه كذا كذا، فممكن ما شاف المستندات المؤدية لها، فإحنا نعطيه المستندات، في أشياء تشال من يتم إلقائها من الفريق لأن أدت يعني عطيناه المستندات المؤدية لها، وفي أشياء يكون نعم إن فيها مثل القيد خطأ يعني إجرائيا خطأ فيثبت الملاحظة. بعد ما يتم تثبيت الملاحظة يرسلون كتاب إلى ديوان المحاسبة بردودنا، يعني ملاحظته وردي وتعقيب عليها. إحنا هذه نرفعها إلى الإدارة العليا ممثلة في رئيس الديوان، ومن ثم يطلع كتاب بالملاحظات وردود ديوان المحاسبة وتعقيب وزارة المالية إلى رئيس مجلس الأمة. أبو عبد المحسن، الجهات الحكومية تراقب من قبل جهاز المراقبين الماليين. نعم. أما الديوان يراقب من وزارة المالية. نعم. فما هو السبب؟ السبب أنا أقول لك إياه، هو حسب قانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 64
في المادة 82 تحديدا قالت تراجع المستندات والحسابات من قبل وزارة المالية. في السابق كان جهاز المراقبين الماليين يتبع وزارة المالية، فكان يراقبنا قبل 5-6 سنوات. بعد ما تم استغلالية هذا الجهاز فصار تبعيته مو مع وزارة المالية، فصارت في فراغ قانوني مثل ما يقولوك. فإحنا تم مخاطبة الفتوى والتشريع ومخاطبة مجلس الأمة في هذا الشأن، هل يتم مراقبة الجهاز المراقبين الماليين على ديوان المحاسبة أم وزارة المالية؟ فانتهى الرأي على أن يكون وزارة المالية، لأن نص القانون يقول أن تراجع مستندات وحسابات ديوان المحاسبة وزارة المالية. فمن كذي من 5 سنوات بدأت رقابتنا من وزارة المالية، وتم تشكيل فريق اللي مثل ما قلت حضرتك اللجنة الدائمة للرقابة على ديوان المحاسبة، حسابات ديوان المحاسبة. طبعا الرقابة أكدها مرة ثانية لاحقة وليس سابقة. هذا طبعا من قانون إنشاء الديوان المادة رقم 82. نعم تمام. في نهاية لقائنا في كلمة أخيرة حابة توجهها؟ إذا كانت كلمة أخيرة، أنا للأمانة شهادتي فيهم مجروحة. أشكر جميع موظفي إدارة الشؤون المالية، لأن للأمانة أنا وجودي وياكم يمكن أتكلم بريحية، ولكن الجهد الكبير على كل موظف في إدارة الشؤون المالية. للأمانة هذا القطاع أو هذه الإدارة إدارة فعالة، وضعهم يعني ما شاء الله، يعني تعرف أرقام ما فيها يعني 1+1=2، يعني أي خطأ خاصة بأي شيء ممكن يدارك إلا في المادة يعني. فأنا يعني أشكرهم، وهم سندي في إدارة هذه إدارة الشؤون المالية. كل الشكر لك وللإدارة، وجهودكم واضحة أكيد. الله يسلمك. كل الشكر لمدير إدارة الشؤون المالية فيصل الطبيخ، ضيف برنامج الرقابة مسؤوليتنا في حلقة اليوم. نلقاكم على خير.